في إطار المراقبة العامة والدائمة والمستمرة للإقليم من أجل المحافظة على النظام والأمن العموميين، وكذا تكثيف وتوحيد الجهود من أجل القضاء على شتى أنواع الإجرام. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بسيدي عقبة من حجز كمية معتبرة من المخدرات كيف معالج تفوق الواحد كيلوغرام، مع توقيف 4 أشخاص مشتبهين تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 49 سنة. العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة متحصل عليها، مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم ببلدية سيدي عقبة يحوز على كمية من المخدرات لمسكنه العائلي ويقوم بترويجها بالجملة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش، تنقل أفراد الفرقة مدعمين بأفراد من فرقة الأمن والتحري رقم 1 بالسكرة وكذا الثنائي السينوتقني. وبعد تفتيش المسكن تفتيشا دقيقا تم العثور على كيس بلاستيكي بأكثر من 1 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بإحكام بالمسكن. على إثرها تم توقيف المشتبه فيه وقت يده إلى مقر الفرقة. مواصلة للتحقيق للكشف عن باقي أفراد الشبكة، تم توقيف 3 أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم في نفس القضية. بعد استكمال إجراء التحقيق سوف يتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.